إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخنا، بقول لحضرتك أنا كنت ارفعي الصوت لو سمحتي. سمعني كده حضرتك؟ ارفعي الصوت تفضلا لأن الناس مش سامعينك. أيوة، بقول لحضرتك أنا كنت مخطوبة وفجأة قبل الجواز بشهر هو فسخ الخطوبة وقال لي خدي الشبكة، والشبكة كانت بمبلغ كبير يعني، فهل ارجعها له ولا اعتبر ان هي خلاص زي ما خلاص، هو قال لي خديها؟ هو قال لك خذي الشبكة خذيها، يعني خلاص اخدها يعني؟ تمام. هو قال لك ذلك، واحد قال لي خذ هذه الفلوس خلاص. انا حسيت ان هو كان محروج لانه هو فسخ الخطوبة فجأة من غير اي اسباب. لا خلاص، قال خذي الشبكة خذيها. تمام، شكرا لحضرتك. الله يسلمك.